الجولة الأولى كان عندنا 24 هدف، وفي الجولة الثانية هذه محاولة خطيرة لمصلحة معايدر، جول ديوكو ما تخليه، ديوكو ما تخليه للمرمى على طول، لمسة مرت هنا بخطأ، واليان ديوكو يسجل الهدف الأول مع الدقيقة 7 على طول على طول افتتاح. شوف الخطأ، شوف اللمسة، برافو محمود زعترة وبرافو ديوكو، والهدف الأول مع الدقيقة 7. يأتي ديوكو بحس التهديف العالي، يأتي ديوكو بمحطات الكثيرة، يأتي ديوكو بأهداف الكثيرة، سواء كان مع الغرافة مع الأخوية، والآن